السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم مشاهدينا الكرام عبر قناة ليبيا الحدث في أولى حلقات برنامج المنتدى الذي نفتح فيه باب النقاش الهادئ والهادف والموسع لمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في ليبيا، ليكون هذا البرنامج بوابة إعلامية جديدة للغوص في أعماق القضايا صحبة المختصين والمهتمين بهذه القضايا. في المنتدى ستكون الأولوية للمواطن في حقه في معرفة ما يتعرض له في المجتمع الليبي من مشاكل متعددة ومن صعوبات. لنتحدث في هذا المنتدى عن الفقر، عن الفساد، عن الاضطرابات النفسية لما بعد الصدمة، عن المشاكل التنموية، عن المشاكل أيضا الاجتماعية، إلى مشاكل تغير القيم داخل المجتمع الليبي ومحاولة رصدها وإيجاد الحلول لها، إلى كل ما يعانيه المجتمع، لنكون أقرب دائما في هذا البرنامج أقرب إلى كل ما يمس الحياة اليومية ومعاناة المواطن وكرامته وأهليته وحقه في فهم ما يعانيه وأحقيته في معرفة الحلول والنقاش المدعوم في هذا البرنامج بالبيانات قدر الإمكان، لنكون دائما الأقرب إلى النقاش المرتبط بالناحية الأكاديمية والعملية وأيضا الشعبية بمختلف القضايا. اليوم مشاهدينا الكرام سنتحدث عن قضية مهمة في ليبيا وهي الفقر. الفقر كما يقولون هو أم المشاكل وأب الأزمات. الفقر الذي تعانيه أغلبية الأفراد في مجتمع ما ليس بالضرورة أن يكون فقرا مدقعا دون حد الكفاف لكي تتحقق مقولة أرسطو الخالدة: الفقر مولد الاضطرابات والجريمة. فالفقر حالة نسبية ودرجات متفاوتة تختلف من دولة لأخرى. في هذا اليوم سنناقش هذه القضية صحبة ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، رئيس مركز الأبحاث الاقتصادية سابقا. دكتور أهلا بك. أيضا سيكون معنا في الاستوديو في المنتدى وفي أولى حلقاته الأستاذ علي بن جابر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام، أستاذ الإدارة خبير الشؤون الاقتصادية. أهلا بك أستاذ علي. وسيكون معنا أيضا زميلنا الإعلامي الأستاذ عز الدين بلاعو، المهتم بالقضايا الاجتماعية إعلاميا أيضا الناشط الاجتماعي في هذا المجال ومقدم البرامج المعروفة بالقضايا الاجتماعية. سيكون معنا أيضا عبر الهاتف من البيضاء الأستاذ أنيس الصعيطي، مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة لصندوق الزكاة. وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ سعد العبار، عضو مجلس الإدارة العامة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية. فكونوا معنا في المتابعة. نرحب بضيوفي الكرام ونبدأ حلقتنا بهذا التقرير. الفقر في ليبيا، هل ثمة فقر في ليبيا؟ ليبيا أغنى بلد وأفقر شعب، هكذا هو القول الليبي الشائع، ولكن هل هو حقيقة أم مجرد وهم؟ أخذنا أسئلتنا هذه وذهبنا إلى عمنا جوجل لنسأله عنها وعن مؤشرات الفقر والغنى في ليبيا، فوجدنا بانتظارنا بعد عمليات بحث متعددة مفاجأة كاملة. وجدنا شيئا لا يمكن نسيانه بسهولة أو تناسيه حتى. ليبيا بالذات دولة فريدة من نوعها في العالم، تتميز بأن سطرها في دليل التنمية البشرية لعام 2006 مثلا فارغ تماما من أي معلومات تستحق الذكر. إذن في ليبيا بالذات لا يمكن لا تأكيد وجود الفقر ولا تأكيد عدم وجوده. ثم حين تناقش المتخصصين وتسألهم عن خط الفقر في ليبيا وكيف يحتسب، تظهر المفاجأة الثانية، إذ لم يجري يوما احتسابه وفقا لمعطيات حقيقية تتمثل فيها أسعار السلع وتوازن بحاجات المواطن، بل يجري احتسابه بشكل افتراضي فقط. ثم تكتشف أن ليبيا طرابلس بالذات أغلى من بيروت عاصمة السياحة في العالم العربي، وأن دولا كالعراق الحياة فيها أرخص من ليبيا. حول كل ذلك نفتح باب الحوار والنقاش. انتصار فتحي، المنتدى. نعم، إذن بعد هذا التقرير دكتور عطية، أعتقد أن هناك أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع وما زالت عالقة ولم تجد الإجابات. بداية،
الفقر في ليبيا، هل يمكن تعريف معين للفقر؟ هل هناك فقر في ليبيا حقيقة؟ وكيف يمكن احتساب الفقر؟ وفي طبعا تعريف للفقر، تعريف عام للفقر، الفقر دولي يعني، فيه دولي وحتى في محلي يعني نقدر نعرفه. الشخص الفقير هو الشخص الذي ليس لديه دخل جاري يكفيه هو أسرته طبعا لتلبية حاجات الأساسية. حاجات الأساسية للإنسان طبعا بطبيعة الحال هي عبارة عن الغذاء والمأكل، يعني اللي هي المأكل والملبس والمسكن، ثلاث حاجات أساسية هذه وضعها البنك الدولي بالدرجة الأولى، وثم أضيفت إليها التعليم، خدمات التعليم وخدمات الصحة. يعني أي إنسان لا يستطيع أن يوفر الحد الأدنى من الغذاء له ولأسرته، ولا يستطيع أن يوفر لهم السكن أو الملبس، يبقى هو في هذه الحالة فقير. ويجب أن نعرف أن لما نقول الغذاء نقول يعني ما هو الغذاء؟ الغذاء هو عبارة عن عدد السعرات الحرارية الحد الأدنى منها الذي يحتاج الجسم الإنسان. نعم. يعني وبالتالي تقاس هذه السعرات الحرارية وتقاس كل المواد الغذائية التي يجب أن يستهلكها الإنسان. السعرات الحرارية في اليوم يعني؟ في اليوم محسوبة. نعتقد 2000 أو كل شيء في اليوم، أكثر من 2000 سعرة أو في حدود 2000 يعني حسب الأشخاص وحسب الأماكن. نعم. هذه السعرات الحرارية. المسكن يجب أن يكون المسكن في يعني المسكن الصحي اللي يجب أن يعيش فيه الإنسان، هو اللي فيه كهرباء، فيه مياه نقية صالحة للشرب، وفيه الصرف الصحي فيه. يعني أي مسكن ما فيش الحاجات الثلاثة هذين يبقى هو مش مسكن صحي. نعم. وكذلك الملبس، يعني يجب الإنسان أن يبقى عنده القدرة على شراء الملابس متاعه والأحذية متاعه اللي تكفيه البرد وتكفيه الحر. يعني وبالتالي يعني مش بالضرورة يعني النوعية متاعها وكذا، يعني النوعية الضرورية والحد الأدنى من الملبس، الحد الأدنى من المسكن اللي لازم توفر فيه هذه الأشياء. هذا في هذه الحالة نقوله أي إنسان لا يستطيع أن يوفر هذه الثلاث حاجات أساسا يبدأ هو فقير يعني. نعم. في اختلاف أستاذ علي ما بين الدول في تحديد حد الفقر مثلا؟ هو طبعا في اختلاف حتى في داخل الدولة نفسها اللي تونا حكى عليه الدكتور. نعم. هو نحن نقول الفقر المطلق أو الفقر المتقع اللي هو الحد. نعم. الأدنى. نعم. اللي ما يمكنش يعتبر. صحيح. صحيح. لكن في الفقر النسبي اللي هو مستوى حياتي أنا مقارنة بالآخرين اللي في المجتمع، مستوى حياتنا نحن في الدولة هذه مقارنة بالدول الأخرى، هنا فقر نسبي يعني مرتبط مثلا في الغذاء. احنا الغذاء هنا السعرات الحرارية، لكن شنو مستويات الرفاهية في المجتمع، شنو مستويات كذا، شنو اللي يملكون الآخرين وما يملكش اللي نطلع عليه نحن فقير، فيبدأ فيه فقر نسبي حتى لو توفر الحاجات الأساسية اللي هي المأوى والملبس والغذاء، لكن قد يظل الإنسان فقير مقارنة بباقي أفراد المجتمع. يعني مثلا قربوها، الفقير في الصومال مش هو الفقير طبعًا في فرنسا مثلا. لا طبعا مش هو الفقير في الخليج فقط اللي تقف فيها الجميع، اللي تقف فيها الجميع هي الفقر المدقع اللي ما عنداش ما يوكل عائلته، ما عنداش كيف يأويهم في مسكن صحي، ما عنداش كيف يسترهم باللبس في حد الأدنى. هذا فقر في كل العالم، لكن مستوى اللبس، مستوى الغذاء، مستوى السكن يختلف. هذا يختلف من مكان طيب إلى مكان. وين مربوط الفقر في ليبيا أكثر شيء يعني؟ في ليبيا الفقر لو ربطناه مثلا بالغذاء أو بالملبس. نعم. أو بالمسكن، وين نقدر نقوله أن هذا أكثر شيء طيب احنا في أو في أكثر ليبيا أكثر شيء واضح في ليبيا أن في فقر في ليبيا في على الأقل مكان يعني في مستوى الدراسات اللي موجودة. نعم. يعني حدت الدراسات حتى فئات معينة تعاني من الفقر في ليبيا على الأقل. فيما قبل 2011 مثلا دراسة متوفرة مثلا كل الفئات اللي كانوا يتقاضوا فيما يسموا في زمان المساعدات أو المعاش اللي من صندوق التضامن الاجتماعي. نعم. إلى الآن. نعم. هي تعتبر فئات من ذوي الدخل المحدود. صندوق التضامن أيضا الآن صندوق الضمان الاجتماعي مش خاشة فيها المحفظة، محفظة حتى المحفظة هي تعطي الحد الأدنى. يعني تعطي حد أدنى. نعم. من الدخل بحيث الناس. نعم. تعيش. نعم. أيضا صندوق الضمان الاجتماعي بعد رفع المرتبات تاعت المجتمع وبقاء 90% من المتقاعدين على الحد الأدنى اللي هو 450 دينار أصبحوا أيضا جزء كبير الآن من اللي تقاضوا في مرتبات التقاعد سواء التقاعد المدني ولا العسكري هم أيضا ضمن خط الفقر لأنهم يتقاضوا في 450 دينار. 450 دينار إذا وزعتها على أسرة مثلا متوسط عددها 5 أنفار هتكون بمعدل 15 دينار في اليوم على 5 أنفار يعني 3 دينار. هذا حد الفقر قبل 2011 طبعا. 450 للفرد ولا يا دكتور؟ 2011. نعم.
هو هذا القياس غير علمي اصلا. غير علمي هذه دراسات. انا نعتقد لا لا. كانت في اللجنه الشعبيه العامه ولا لا دير لا, 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 لا او يحكي انه مش قائم على اسس علميه. هي دراسات اسس علميه هذا رقم حطك وخلاص يعني. لكن مش على اساس قياس سعرات الحراريه اللي يحتاجها الانسان وحاجات من هذا القبيل. ولكن يعتبر السكن منطقي شويه دكتور. لا لا يعتبر منطقي ان قبل 2011 بعدين 450 دينار للشخص مرتب بصرف النظر عن أسرة عدد الأسرة متاعك. يعني كم هو 4 5 10 ستة عشرة فعش يعني أستاذ عز الدين. لا يعني من تقدير الكلام الزملاء في فقير في فقير في مسكين. كيف يعني؟ يعني المسكين هذا درجة أقل من الفقير في ليبيا مساكين. يعني في اللي عنده قوت يومه, في اللي ما عندهش قوت يومه. أيضا أن الفقراء يعني هي كلمة عامة. ممكن في نفس يعني عائلتين مثلا يتقاضوا في نفس المرتب, بس العائلة هذه عندهم معاق, عندهم إنسان مصاب بمرض, عندهم أمراض مزمنة يصرف في دواء بشكل كبير يومي, وبالتالي هذا فقير وهذا أكثر فقرا. نعم. السؤال الأهم, هل المواطن هو الفقير ولا الدولة اللي فقيرة؟ إذا كان الدولة فقيرة سامحني بس معناها أنت قد تجد مبرر. هذه فيها تقديرات. الدولة مش فقيرة ولا يعني. أحكي لك أنا يعني توت ممكن لما تحكي عن الدولة, لو لما تحكي عن الدولة فقيرة قد يكون مقابلها في ناس فقراء لأن الدولة هذه ظروف فقيرة. ولكن إذا كانت الدولة غنية فيبدأ وجود فقراء في الدولة غلط, مش صحيح, مؤشر غلط, في خطأ, في مشكلة. هل المشكلة في الأجهزة التنفيذية؟ هل المشكلة في النظام المالي في الدولة؟ هل المشكلة في المسؤولين في الأجهزة التشريعية؟ وإلا في مشكلة أخرى لازم نبحث عنها. لكن راهو مؤشر الفقر في البلاد كبير ومخيف وله تأثيرات صعبة. بس ما فيش دراسات واضحة يا أستاذ عز الدين ولا في دراسات تفيد بأن أنا نعرف بحثنا شوية فلقينا أن ممكن 30% حسب التقديرات الدولية 30% تحت خط الفقر في ليبيا من عالميا. من لبنان أحسن منا حل, الأردن أحسن منا حل, تونس أحسن منا حل, أحسن. يعني هذا شيء مرعب زي ما قال الأستاذ عز الدين أن دولة غنية. هي كلها تقديرات يعني, هي كلها ليست مبنية على أساس علمي كما هو الحال لما يدرس خط الفقر في ألمانيا ولا في أمريكا ولا في اليابان ولا في أي دولة أخرى. يدرس غادي يعني دراسة خط الفقر رأي فيها نوع من التعقيد يعني, مش بالسهولة هذه أن واحد اقتصادي يقمعز ويجلس ويقول لا لازم يشارك فيها عدد من الخبراء من شتى المجالات مش يحسبوا خط الفقر. نحن في ليبيا الفقر عرفناه من زمان يعني من أي يعني حتى قبل استقلال ليبيا. نعم. كان في فقر مدقع مش غير مدقع يمكن كما قال. نعم. نعم. يعني فقر بالكل. صحيح. ولذلك كان في زمان يعضوا في الجرامات, يعضوا في دعم سلعي من قبل الاستقلال وكل الناس عارفين هذا الكلام. كانوا يلبسوا حتى في شكير دقيق يعني يديروا فيه في المدارس. نعم. في المدارس. نعم. أنا من بين الطلبة اللي كنت نفطر يجيبوا لنا في جبنة وتمر في وبعض الحاجات لأن جت بعثة من البنك الدولي في بداية الخمسينات وقالت أن التلاميذ المدارس عندهم سوء تغذية ما يفطروش كويس في عيشانهم ولذلك لابد من توفير وجبة غذاء في المدرسة. فجت مساعدات خارجية راهو اللي كانت تعطى في المدارس. نعم. كانوا الطلبة يبخوا فيهم بالفليت في المدارس يعني. نعم. يعني نعم. شوف أنت مستوى الفقر. لكن الحمد لله يعني بعدين الأمور تحسنت شوي. صار تحسن. صلحت بعد ظهور النفط. لكن مش للتحسن المطلوب ورا. لا يا دكتور. وبالتالي. نعم. استمر يعني إحنا الآن. صحيح. ليش عندنا دعم سلعي أصلاً؟ يعني مش في سلع مدعومة الآن ونحكوا. نعم. على الدعم. نعم. وديروا نقدي بدل ما تديروا عيني وكذا ليش؟ نعم. لو كان دولة غنية, لو كان الناس أغنياء زي اليابانيين. اليابانيين الياباني الواحد عنده مدخراته أكثر من 200,000 دولار في المتوسط. الحرب أثرت أستاذ علي في الأسعار يعني. أثرت شن تأثيرها كي باختصار يعني هو. نعم. مع التأكيد طبعا على كلام الدكتور أن نحن يعني لما نقوله أي أرقام ما هيش نتاج يعني قياس دقيق يعني مثلا حتى لو أنت تحكي على 2300 سعرة حرارية 2300 يحتاج لتحديد سعرات علميا سهلة. تحديد مستوى الأسعار في السوق الليبي أيضا مسألة شائكة يعني. يعني من يقدر يحدد بالضبط 2300 سعرة كم يكلفا على مختلف السلع. الحرب أيضا
طبعا هو تأثير الحرب زادت بشكل هذا واضح طبعا ولا بالضرورة بس بالضرورة زادت بشكل كبير ولا بشكل متوسط ولا عدم الاستقرار السياسي عدم الاستقرار السياسي عدم الاستقرار ايضا نفس الشيء يوفر يعني حتى لما حكى الدكتور ركز على نقطه لما حكينا على الدخل طيب لازم يكون الدخل جاري مستمر ما هوش الدخل بتاع القوت اليوم انك انت عندك اليوم لكن بكره ما انكش عارف تحصل ولا ما تحصلش هذا في الدراسات الاقتصاديه يعتبر فقير على طول لازم يكون الدخل يضمن ان يكون في نوع من الامان لان في دخل قادر يعني بيجيك طبعا الحرب والنزاع بشكل عام مؤثر على كل الناس مؤثر على مستوى الاسعار مؤثر على توفر الاشياء مؤثر على حركه الناس مؤثر على توفير يعني هو الفقر منين يجي من عدم وجود فرص يعني سواء العمل سواء من عدم تكافؤ الفرص بين افراد المجتمع ما فيش تكافؤ ممكن الفرص يستحيذوا عليها مجموعه بسيطه فيغتنيوا بسبب الحرب ومقابلهم مجموعات اخرى تنفقر لان في الحرب يتم الاستحواذ على الامكانيات يبدا الطبقات يبان يعني طبعا الفروق بين الطبقات نعم هو يعني الان لما نحكوا عليه وكان احنا ان الناس كلها تاخذ في مرتبات في فئه من الناس ما عندهاش مرتبات منتظمه في الدوله تشتغل على نفسها وبالتالي دخلها مش منتظم وفقا لظروف السوق وهذا اذا كان يعني مؤجر ولا عنده حد مريض ولا عنده مشكله اخرى يتاثر ويزيد المشكله اكبر يخش في حاله حضرتك تفضلت حكيت عليه يخش في الفقر ولا دخلوا في قصه التاجير يعني نعم عائلات وعنده مثلا نفس الدخل هو لكن اضطر انه يدفع في اجارات طيب خلينا المبلغ نقص عليه نعم طيب خلينا نستقبل المكالمه من الاستاذ انيس السعيطي مدير مكتب الشؤون الاداريه والماليه بالاداره العامه لصندوق الزكاه واعتقد لهم ارتباط من فتره طويله لان صندوق الزكاه هو الصندوق المهتم بهذه القضيه بشكل متواصل يعني اهلا بك استاذ انيس ايوه مرحبا السلام عليكم استاذ انيس مرحبتين بك استاذ انيس طبعا عندما نتحدث عن الفقر نسال صندوق الزكاه كيف يمكن تعريف الفقر حسب ما لديكم مثلا من قوانين من تشريعات من ايضا من معلومات حول القضيه في ليبيا نعم بداية الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بالإسلام لأن الإسلام شرع لنا ما ينظم حياتنا الدينية والدنيوية ومن هذه الأشياء التي شرعها الله سبحانه وتعالى الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام كما يعلم الجميع وسبحان الله لأن هذه شعيرة مهمة في الدين الإسلامي ما أصبحت مسار جدل ومراء بين الفقهاء بل فرضها الله ركنا لكي يحيد عنها جميع الجدال والنقاشات والاجتهادات من بين العلماء ولا شك أن للزكاة دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي ورفادة المجتمع بما يضمن تحقيق التراحم والاستقرار والتنمية الزكاة عندما شرعها الله سبحانه وتعالى شرعها للأصناف المذكورة في الآية وابتدأها نعم. بالفقير نعم والفقير عرفه أهل العلم هو من لا يملك قوت يومه طيب والمسكين هو من لا يملك قوت عامه طيب وكذلك يعني هذا هو اللي مشي عليه القانون الليبي الذي تم إصداره في سنة 97 نعم قانون رقم 13/97 نعم فالفقير لما نجي باختصار لبن من الفقير حسب معرفتكم في صندوق الزكاة من هو الفقير في ليبيا أعطيني أرقام لو سمحت أستاذ إيس هو الفقير لما نعرف انا نقول لك الفقير هو من لا يملك قوت يومه. يعني متفقين. بالليبي كيف نقول نحن لا يملك ما ياكل وما يشرب. وهذه بالدرجه الاولى اللي حث عليها الشرع ان نحن نسد حاجه المسلم هو السؤال كيف تقيسوه استاذ انيس؟ كيف تقيسوه انتم؟ كيف قستوا ان هذا لا يملك قوت يومه في ليبيا؟ يعني كم دينار مثلا؟ القوت عرفه اهل العلم بما يقتات فيه اهل البلد يعني من اوسط اهل البلد ويختلف من مكان الى مكان قد نجد مثلا اهل البلد قوتهم اليومي معتمد على الارز معتمد على البقوليات معتمد على الكسكسو معتمد على الامور او عده الاكلات يعني تختلف من بلد الى بلد على حسب القوت اليومي لهم فلما نجي مثلا لدولتنا ليبيا حرسها الله نجد ان اغلب قوت اهل البلد من الارز او المكرونه او الكسكسو يعني من منطقه نعم الى منطقه نعم فلما لا يجي شخص يقول لي انا ما عنديش باش ناكل وباش نشرب ما عنديش باش نجيب حق الغداء لابنائي هذا يطلب منا اوراق بسيطه في مكتب الزكاه وثم يدرس منظومه المستفيدين من المكتب ويصرف له حصه شهريه او شبه شهريه
بما يوفر لقوت اليومي اللي يسد به رمقه ورمق ابنائه. طيب كم 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 عدد المسجلين عندك في صندوق الزكاه استاذ انيس؟ طبعا اعتقاد المسجلين في المكاتب يختلفوا. لو مثلا ننظر لمكتب بنغازي مثلا بحكم انه هو مكتب اكبر مكتب في المنطقه الشرقيه، نجد ان الذين يستفيدون من مكتب بنغازي بلغ عددهم 1800 يعني بشكل مستمر. لكن لما نجي نحسب اعداد المقدمين على الاستفاده من الزكاه في مكتب الزكاه بنغازي من بدايه تفعيل قسم الزكاه او من بدايه اصدار القانون الليبي ما يقارب 30,000. طيب هل يعني استاذ انيس هذا مثلا بنغازي حيعطينا ملمح عن 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 العدد، لكن هل لديكم يعني انتم عندكم احصائيه على اغلب ليبيا مثلا او ليبيا بالكامل؟ عدد اجمالي على حسب المكاتب التابعه للاداره العامه للزكاه الحكومه الليبيه المؤقته نعم بلغ عددها ما يقارب 40 مكتب، وتم استهداف 5 مكاتب. على اننا بنفرض 40 مكتب كم يستقبل عدد من الفقراء؟ نجد ان الاحصائيه تبلغ ما يقارب 10,000 او ما يقارب 15,000 فقير. 15,000 فقير، يعني 15,000 عائله فقيره. هل مثلا لديكم اتصال مثلا بمثلا فروع الزكاه الاخرى في طرابلس مثلا او غيرها من المدن؟ ما عندكش معلومه؟ في المجالات الانسانيه في المجال المسموح به في الامور النفس هذه يعني عن طريق اهل الخير واهل البر يستطيع ان يتم ايصال المساعدات للفقراء في تلك المدن. شكرا لك استاذ انيس السعيطي مدير مكتب الشؤون الاداريه والماليه بالاداره العامه لصندوق الزكاه. يعني حاولنا ان نشوف الارقام، نحن راهو بنتبعوا الارقام بنعرفوا شنو حجم المشكله في ليبيا، لان نحن نقولوا الليبيين زي ما قلنا في التقرير ان هم اغنى دوله وافقر شعب. نعم عز الدين انت في الزكاه ربما عندي بعض الاطلاع على بعض الحاجات، يعني في الزكاه باش يقبل الطلب بيحددوا عدد افراد الاسره مقابل المرتب، مرتب ولي الامر او كويس. رب الأسرة. مثلا ياخذ 450 مثلا هم شنو يديروا؟ كانت مبلغ يعني اتذكر انا شاركت في جلد في دراسه في 2012 مع الزكاه فوصلوا الى 100 دينار، يعني لما يكون الاب ياخذ في 600 دينار وعنده 6 افراد يعني شخص 100 دينار معناها يمشي للزكاه. هذا المعيار نتاعهم، المعيار نتاعهم ان يعني انا ما عنديش 100 دينار طبعا واحد من افراد اسرتي ما عندهش 100 يمشي للزكاه طول اقل يعني طيب. اي واحد 100 فاقل يمشي للزكاه، يمشي للزكاة. بس طيب. الكلام هذا في 2012 100 ممكن تكون الان غيروها زادوها الله ما عنديش فكره بعدها يعني نعم. لكن هو حتى في معيار يطبقه في الدخل على عدد افراد الاسره مش يبان الشخص الواحد كم القيمه اللي مساعده فيها وبالتالي تراها معقوله يعني ولا مازال فيها حسب الاسعار يعني ولا حسب الاسعار تو لا اكثر انت اشتغلت عملي انت ممكن استاذ انا اشوف فيها تو حسب الاسعار اكثر يعني يفترض انه يكون مثلا لو وصل لان 2012 كانت اسعار السلع اقل بكثير مما هي عليه الان يعني وبالتالي الفرد نفسه اذا كان احنا وصلنا قلنا لو قلنا الفرد حصه الفرد 150 دينار وتقيس عليها شنو الاساسيات يعني الاساسيات زي ما تفضل الدكتور الاكل والشرب بما فيها ولا مؤاخذه بما فيها مواد تنظيف يفترض انك تضيفها لان هي اساسيات في الصحه العامه مش ضايفينها هم مش مضافه لكن لو بتحطها انت في لان مهمه في الصحه العامه يعني فانا في اعتقادي يعني لما يكون حصه الفرد 150 دينار وتقاس على عدد افراد الاسره والمدخل اللي يتحقق هناك تقدر يكون ضمن الزكاه والزكاه حتقدم له خدماتها او لا. طيب استاذ علي 15,000 حوالي 15,000 فقير يعني 15,000 عائله فقيره اعتقد رقم تراها كبير شويه ولا مثلا هو قليل قليل مفهوم الفقر بس هو ما قالكش المنطقه الغربيه المنطقه الشرقيه قل عدد في ليبيا لا هو حتى انت شوف صندوق الزكاه يهتم بالاكثر فقرا مش بمفهوم الفقر الاقتصادي اللي حكى عليه الدكتور يعني الناس التي لا تجد قوت يومها يعني هذا نحن نعتبره فيها يعني الزكاه مهتمه بفقر الاكل والشرب اكثر فقرا والله دكتور نعم. مش مهتمه مثلا بالفقر بالضبط الأخر. الناس اللي مش قادره توفر القوت يومها يعني اللي يجي للصندوق يقول لك انا ما عنديش قال لك باش نغدي اولادي والله باش نعيش بيحصلنا رقم 15,000 يعني باي هذا عرفنا شيء يعني والله نحن الارقام في ليبيا تقول اكثر حتى زمان ليش يعني انا نقول لك مثلا في سنه مثلا نحن في سنه 2000 مثلا اللي كانوا يتقاضوا في المعاش الاساسي من صندوق التضامن الاجتماعي اللي هم المعاشات اللي زمان كانت في حدود ال 120 دينار كانوا 219,000 فرد في ليبيا 219,000 فرد يعني ما لا يقل عن 30,000 الى 40,000 اسره
اللي تعيش مثلا بالمعاشات البسيطه اللي كانت زمان بال 120. شوف عندنا نحن فئات اللي هي الارامل واليتامى الشيوخ والمطلقات الذين يتلقوا راتب الاساتذه، هذوما كلهم يعدوا في ضمن الفقر. يعني الدوله الليبيه حتى ما زمان يعني كانت تقول ان في وكانت تهدف الى معالجته، يعني حتى وجود الدعم السريع اللي حكي عليه الدكتور، وجود الجمعيه زمان، وجود الدعم ينم ان في فقر. لذلك انا بنوفر سلع مدعومه بحيث الفقراء يقدروا يوفروا حاجتهم الاساسيه من الغذاء ومن الملبس عن طريق الدعم. يعني لو انت مش ما عندكش كذا، لو الناس دخولها عاليه انت مش محتاج انك تدعم لها السلع بتاعها. صحيح. لو الاقتصاد بتاعك يوفر دخول للناس فوق من الحد الفقر، راه مش محتاج انت تكون عندك دعم. هذه في الفتره السابقه وفي جمعيات طبعا. الان جمعيات ما الان زايده الحد طبعا. الان اكثر الان صح الدخول، يعني في فئات كثيره زاد دخلها، ارتفعت يعني ارتفعت الدخول ماشي نسبة، لكن ايضا في فئات مع ارتفاع الدخل بتاعها، لكن حتى مع الدخل الجديد يعني انا لو باقل تقدير ال 2300 سعره اللي حكى عليها اللي ممكن احنا بدروهم من قوت البلاد من المكرونه ومن الكسكسي ومن الساتذه، كم بيكون حقا؟ يعني انا متوقع ان هنا لا يمكن ينقسم على 15 دينار. السعره هذه اعتقد يعني دوليه ولا ايه في اليوم بالنسبه دوليه، والصندوق الانماء الاقتصادي هو اللي بيقف فيها، يعني الانماء صندوق الانماء اللي هو المتحده محدده ما بين 2100 الى 2380 سعره حراريه. هذا الحد الادنى اللي يحتاجه الانسان بحيث يحافظ على وجوده. هذا الحد الادنى اذا كان احنا في ليبيا الان حددنا مثلا 15 دينار، يعني لاسره حد عدد افرادها 5 انفار معناها 3 دينار في اليوم للفرد الواحد، هذا هو الحد اللي نحكي عليه 2 دولار. العالم كله صندوق البنك الدولي يحدد لاي دخل تحت 2 دولار يوميا يعتبر في حد الفقر. 2 دولار ممكن 2 دولار حتى جنيه بالسعر الرسمي، حتى لو لا انت عمل حتى بالسعر الرسمي 2 دولار 3 دينار. طيب 3 دينار في عائله 5 افراد معناها 15 دينار. نعم. في الشهر معناها 450، يعني واقعيا 450 دينار وفقا للسعر الرسمي يلا يحق لك 2 دولار الفرد اللي هي احنا نحن الحد الادنى للمرتبات. نحن توجهنا للناس دكتور دكتور عطيه والاستاذ علي والاستاذ عز الدين، حاولنا نتوجه للناس وسالناهم هل في فقر في ليبيا وهل زادت نسبه الفقر ولا لا، نسمع ارائهم ونتناقش حولها. والله السؤال هذا نوجه المسؤولين، ينزلوا المصارف وينزلوا الناس لبرا تشوفوا معاناه الناس. اكيد فقراء زادوا يعني بنسبه نظني 70% بعد الثورات اللي صارت تو في العالم العربي، المصارف والطوابير الخبزة والناس الليبيين تعبوا تعب عشان أبكي. والله المدة هذه تشعر أن زاد أكثر من قبل، أكثر من الأيام الأولى بصراحة يعني، وديما في وجه جديدة، يعني في ناس جدد بصراحة، شوفين مش نفس الوجوه المعتادة اللي هم من قبل يجوا أو يسولوا أو مثلا يضربوا في معونة وكذا. بديت المدة هذه زادت شوية. أكيد في فقراء، في حتى في مفرق الليتي في فقراء، عندي الجامعة في الليتي طريق الليتي في فقراء، وفي وربي يعينهم إن شاء الله وربي يعطيهم الصحة. أكيد شيء أكيد 200%، قصة النزوح وقصة الناس المهاجرة طلعوا من المناطق اللي كانت منبوذة، فقصة السيولة أخرى. يعني شوف أنت عائلة كانت تتعول عليه 400 جنيه، قعدت قصة السيولة هذه معاش يطقوا فيه 400، مع الأجار مع الأسعار اللي هنا العالية بتاع المواد الغذائية وما إلى ذلك، فربك يستر. طبعا الفقراء في كل مكان، يوجد فقراء وهذا شيء طبيعي لأن يعني في طبقات، لكن نحن في شعب ليبيا بصفة عامة شعب كويس، شعب يساعد في بعضه، حتى الفقير تلقى الناس كلها تساعد فيه. يعني انا اقول ان الاكله كويسه الاكله طيبه، حتى اللي يراك دريح يعني تلقى جاره يعينه، رسيده يعينه، اقرب يساعدوه. ايوه يعني هيك يعني الاجواء كويسه يعني. طيب كانت هذه بعض الاراء للناس، ممكن حتى الاستاذ عز الدين كان عنده ملاحظه ان يا ريت مشينا المناطق الفقيره جدا. والله يا استاذ عز الدين اذا كان هذه هذم الناس متريحين شويه وقالوا حالات وكذا. انا اقول لك حاجه، بس هم اكثر ارتباط بالناس يعني عرفوا ان في حاله فقر. استاذ خالد وكلام الاخوان، الشيء اللي يخلي سيده والله اب والله رجل كبير في السن يبات في الليل قدام المصرف
الا انه هو مش محتاج حاجته عاليه جدا، لان خلاص ما عادش يقدر ببات، مش يقدر يحصل سيوله بكره، مش يقدر يحل مشاكله في بعد ساعه. شو اللي خلاه يموت على باب المصرف؟ هذا في حالات سجلت موت على باب المصرف. عموما استاذ دكتور عطيه، طبعا اولا في كثير من الناس عندهم عزه نفس راهو ما جوش للزكاه، يعني في كثير من الناس يعني ممكن متعففين اي حاجه، نعم لكن متعففين ما يجوش يعني. وهذه دائما نحن كاقتصاديين نراعوا فيها، وراعوا حتى في البطاله لما يقول لك معدل البطاله كذا كذا، لكن المعدل الفعلي دائما هو اكبر من المعلن. بينما مثلا في توقع أصلا دكتور اقرب لل يعني توقع علمي لكن مش علمي مدروس، لو قلنا 15,000 انت تتوقع كم مثلا اكثر؟ انا في دراسه في 2000 قالت ان معدل الفقر في ليبيا 9.3% من السكان. اي نعم في 2000 نعم. انا اتصور ان الان اكيد الرقم اكثر من ضعف طبعا زاد، ممكن 39 يا دكتور. 9 لا 9 بس 9 9. ليبيا في ذلك الوقت كانت من اعلى الدخول في العالم، يعني هي في الحد الاعلى في الوسط. البنك الدولي يقسم في الدول الى الدول الاعلى دخل في العالم، الدول اللي هي متوسطه والدول الفقيره. نعم. ليبيا جي في أعلى شريحة في المتوسطة، وأحيانا تدخل في الأعلى يعني حسب. طيب في مسألة أخرى اللي يحكوا فيها الناس في العامة، يعني يقول لك بعد ما يرتفع الدولار يزيد الفقر، بعد ربط القضية بالدولار نقدر نربطها ونحكوا عليها؟ هو بس أنا أوضح حاجة أخرى، لما نقولوا أن الحد الأدنى أو خط الفقر البنك الدولي حد 2 دولار الآن بدولار و90 سنت الآن باهي، لكن حسب نظرية تساوي القوة الشرائية مش الدولار اللي الآن، يعني احنا تو الدولار لما تساوي الآن تساوي دينار دولار دينار و40 قرش ولا بثلاثة دينار و90 قرش. نعم. فهو يقول والله والله في السوق السوداء ب4 دينار ومش عارف كل يوم يعني مرة 20 مرة. هو يقول لك شنو؟ مش أنا نفتكمل البرنامج هذا ونقيس قياس صحيح. نعم. نشوف مثلا سلم مثلا الغذائية، يعني سلة الغذائية اللي فيها سعرات حرارية ومزبوطة نفس السلعة في أمريكا، كم الإنسان كم يأكل؟ هذه 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 يحتاج من اللحم كذا يحتاج كذا. في ليبيا كم يحتاج؟ نفس الاحتياجات. السلة هذه كم تكلف دولار في أمريكا؟ وهذه كم تكلف دينار في 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 ليبيا؟ ونحسب الفرق. خلاص هو هذا نعم. الفرق نعم. العلاقه نعم. بين الدينار يجيب هذا نفس السله في ليبيا. هل اختيارك لامريكا مقصود والا مثلا؟ لا 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 هذا الاختيار كل الدول تقيس نعم. بالدولار الامريكي نعم. مش ليبيا بس يعني نعم. نعم. كل الدول لازم تقيس بالدولار الامريكي، هو المرجع المرجعيه في قياس في قياسات الفقر هو الدولار الامريكي. وبالتالي انت تشوف في امريكا سله من الغذاء كم تكلف؟ نفس هذه السلة مش تغير اللحم غادي اللحم حولي يدير هذا اللحم دجاج لا نعم. اللحم حولي هرك وهنا هاي مثلا قصة الشعر مثلا هنا كم تكلف؟ في أمريكا كم تكلف؟ وهكذا. بس هنا ما عرفناش كم تكلف كل يوم رأي مو ما فيش ضبط للقضية يعني. يعني عموما معروف أنا قصة الشعر تقريبا 10 دينار ولا مش عارف تو يعني في الوقت الحالي نعم. كانت أقل لكن في أمريكا كده أعلى. ولذلك دائما سعر الصرف الجديد بين الدينار الليبي والدولار الامريكي حيكون اقل من المعلن اقل اقل نعم. نعم. ليش؟ لان مستوى الحياه طيب. في امريكا اعلى من يعني الاسعار اعلى في امريكا من صحيح موجود في ليبيا ولا في الدول الناميه كلها يعني نعم. طيب خلينا بس ناخذ المكالمه هذه استاذ علي بعد اذنك، لان ايضا حتى هي ملمح من ملامح معرفه شن في عندنا من مشكله. الاستاذ سعد العبار عضو مجلس الاداره العامه مدير اداره الشؤون الاداريه والماليه بالهيئه الليبيه للاغاثه والمساعدات الانسانيه، اهلا بك استاذ سعد. مرحبتين بك. كيف الحال؟ الحمد لله. استاذ سعد، قضيه الفقر، تعريف الفقر، معرفه مقدار الفقر في ليبيا، الاحصائيات عن الفقر، قضيه حاولنا في المنتدى ان تكون هي اولى القضايا اللي ممكن يناقشها هذا البرنامج، لكن وجدنا مشكله في التعريف، وجدنا مشكله في يعني ما بين صندوق الزكاه، ما بين الاحصائيات الدوليه، ما بين غياب لبعض المؤشرات. الهيئه الليبيه للاغاثه والمساعدات الانسانيه هل لديها ارقام محدده بصفه ان هي اشتغلت في المده الماضيه على هذا الجانب في ليبيا؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، تحيه لك وتحيه لضيوفك الكرام. نعم. واتمنى لكم التوفيق لبرنامجكم المنتدى. شكرا. معي استاذ؟ نعم معك يا استاذ سعد معك. طبعا الهيئه الليبيه للاغاثه والمساعدات الانسانيه بصوره موجزه هي هيئه تعنى بتقديم مساعده.
نعم أستاذ سعد، حنعود الاتصال بك. في عندنا فقر في الاتصالات يعني، وهي فقر الخدمات دكتور. هل نستطيع أن نقول بأن حتى أستاذ علي ممكن تناقشنا قبل الهواء أن في عندنا فقر شامل، فقر كيف قلت دكتور، فقر مثلا المواد الغذائية وحسبتها وكيف أن هي لازم تدخل هذه المسألة، أيضا فقر الخدمات، ما عندناش خدمات صحية ولا خدمات اتصالات ولا خدمات طرق ولا خدمات شيء، هل تحسب ضمن هذا الجانب وتنزل ليبيا مراتب أخرى؟ مؤثرة في الفقر يعني نحن لا مؤثرة مؤثرة. طبعا يعني لما حكى الدكتور يعني الفقر المدقع هو اللي مرتبط بالمسكن والملبس ولا 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 لكن في الخدمات الماكل يعني في الخدمات، لكن أيضا أضيفت له أشياء أخرى يعني اللي هي الحاجة للتعليم، الحاجة إلى الصحة. الخدمات هذه إذا لم توفر من الدولة مثلا بالمجان فإذا هي بتكون تكلفة على الإنسان، على جيب الإنسان، على جيب الإنسان. وبالتالي كل ما ارتفعت تكلفتها كل ما زادت عدد الفقراء، لأن ترفع أيضا قيمة الفقير إذا كان ما قدرش يعالج نفسه في المستوصفات مثلا الخاصة. وما فيش صحة عمومية جيدة ولا ملائمة إذا ما قدرش يقري أبنائه في مدرسة خاصة، وما فيش مدارس عامة مثلا توفر له مستوى تعليم كويس، إذن هذا يزيد من عدد الفقراء. بس هذه في ليبيا واضحة طبعا، نقص الخدمات الصحية التعليمية واضحة جدا وأثرت. هو أنا أقول لك هو مش في ليبيا الاتصالات والصرف الصحي أثرت. أنا بيقول لك شيء تأخذ حتى من مدخرات الناس يعني الناس الآن وصلت إلى مرحلة أنك عاد يبيع في مدخراته بحيث أنه يمشي يعالج برا ويحاول يوصل حاله اثنين في يبيع حوشة عشان يمشي وكل عالج. الخدمات يعني إذا كان ما فيش طرق سليمة مستشفى كويس يعني. أنا بيقول لك شيء آخر، فيه صديق نعرفوه زوجته يعني إن شاء الله ربي يشفيها، صار لها نوع من المرض ما قدرش يعالجها، وهو مقتدر بشكل مالي، مقتدر كبير يعني عنده القدرة أنه يعالجها، لقى نفسه وكأنه ما عندهش قرش رغم كل الأرصدة اللي عنده في البنك يعني. حاول أنه يمشي بها لألمانيا، قالوا له عياش في ألمانيا، مشى لتونس قعد أسبوعين ثلاثة أربعة عشرة ما عاش قدر. الألمان قالوا له لا لازم تحط الفلوس كلهم عشان نعالج زوجتك عشان نعطوك التأشيرة. فهو شعر بمشكلة يعني ما قدرش يساعدها رغم عنده الفلوس يعني، ممكن حتى لو عنده مليون ما كناش عنده مليون، ما كناش حتى عنده 10 مليون. هذا هو الفقر لما حكيت انت على مشكلة الفقر الحرب والنزاعات هذه في فترة الحرب والنزاعات مرات مهما كان عندك من نقد تظل فقير، فما بالك باللي ما عندهش يعني اللي ما عندهش ممكن يموت. وصلت لحالات طلاق يا استاذ خالد، معقولة والله وصلت لحالات طلاق، قصة النزوح ومشاكل النزوح والمدارس والأجار والخلافات تحصل ما بين الأسر في قصة أنك تسكن عنده وما تسكنش عنده، في حالات طلاق نتيجة. طيب نحن حنحكوا على تأثيرات المسألة سموها الإنجليزي الكواليتي اوف لايف. نعم نحن يعني نوعية الحياة أو قيمة الحياة يعني، حتى الأغنياء اللي عندنا احنا هنا هاي رغم انهم اغنياء وعندهم ممكن نفس المبلغ اللي عند واحد امريكي ولا الماني، لكن الالماني عايش احسن منا لان في طرق وفي كهرباء وفي جميع الوسائل موجوده. هنا ما ينقش طبعا ونوادي خاصه وحدائق وكذا وجميع الخدمات والشرطه ويعني كل شيء صحيح. كل ما فيش عندنا ما فيش ما عندكش ما تستمتعش. فنحن اذا هذه القضيه مع الفقير حتكون قضيه حياة أو موت يعني، أصبحت مبارك الفقير يعني مبارك الفقير. خلينا حنحكوا عليه بعد قليل، حنحكوا عليه تأثيرات هذا الفقر، ربما التأثيرات الاجتماعية السياسية كل ماذا. لكن معنا الأستاذ سعد العبار يعود لنا في الاستماع. أستاذ سعد أهلا بك. مرحبتين بك أستاذ سعد. تحدثنا قبل انقطاع المكالمة عن إحصائيات الهيئة الليبية للإغاثة، هل لديكم إحصائيات معينة خصوصا كما أنتم كنتوا أعتقد حسب معلوماتي كانوا الهيئة يعني تغيث في الخارج، الآن أصبحت تقدم مساعدات للداخل؟ للأسف أصبحت تقدم للداخل. نعم. طبعا كيف ما قلت لك الهيئة من مسمى من الاسم يعني الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية. المساعدات الإنسانية دي يدخل تحتها عدة يعني أطراف أو فئات اللي يتقدم لها المساعدات. نعم. هي من بينها الفقراء. طبعا الفقر كيف ما ذكروا ضيوفك الكرام يختلف من دولة لأخرى أو حتى داخل الدولة يختلف. نحن كهيئة إغاثة تعاملنا مع يعني يمكن الموضوع الحلقة الفقر، ولكن من جانبنا نحن كإغاثة اللي هو الناس النازحين وهذا أمر كبير ومعروف لدى ليبيا بالكامل وبنغازي خاصة يعني جراء النازحين جراء الحرب على الإرهاب.
طبعا هذوما اجبروا انهم يكونوا فقراء، يعني ناس كانت عائلات كانت بمنازلها بمساكنها بثروتها، حتى تجار، فخسروا املاكهم وخسروا منازلهم، اصبحوا يدخلوا انهم يعني تحت قائمه الفقراء للاسف. فهذا هذه تتعامل معهم الهيئه الليبيه للاغاثه. يعني للعلم ان الهيئه طبعا لها اتفاقيات مع منظمات دوليه اللي هي اللي تدعم فيها، بس يعني لتوفير نعم. يعني الاشياء اللي نقدر نوفروها يعني وفق الامكانيات المتاحه اللي نوفروها للنازح اللي هو يعتبر فقير يعني النازح. طيب عندك احصائيات استاذ سعد؟ في احصائيات في الهيئه؟ كم يعني عدد المسجلين في منظومه الهيئه الليبيه للاغاثه؟ يعني تو تخصص النازحين هذا قاعد موضوع جهات وجمعيات وتعدد القنوات، هذا كل جهه تقول. طيب في الهيئه للاسف يزيدوا في العدد ليبوا دعم اكثر، عرفت؟ نحن استاذ سعد لكن هي ارقام فاضيه، لكن نحن نقول ان للهيئه نقول ان وصلنا الى يعني ما نقولوش عدد دقيق جدا ولكن تقريبي، يعني المسجلين في منظومه الهيئه الليبيه للاغاثه والمساعده الانسانيه النازحين حوالي 19000 عائله، هذوما نازحين تمام. في عندنا فئه عائدون 33000 عائله، هذوما ردوا لمساكنهم، ولكن حتى هم في ناس منهم منازلها من ضره واجد ولكن عادوا، انما بيش يدفع ايجار وما قدرش يدفع ايجار، فهم يعتبروا طيب. انت تحكي يا استاذ سعد على مستوى ليبيا تحكي، مش على مستوى منطقة معينة؟ لا مستوى ليبيا ندوي. طيب. يعني مستوى ليبيا تو. نعم. كذلك في عندنا يقول لك النازحين اللي في منازل الناس قاعدين، هذا حوالي 26900 تقريبا، يعني مسجلين هذوما قاعدين في يعني مش في مخيمات او في مقار حكوميه، وهذوما قاعدين عند ضيوف عند الناس وقارب مسجلين في الهيئه الليبيه للاغاثه. نعم. وهذوما كلهم يندرجوا تحت قائمه النازحين اللي هم نحن نقولوا ان من وجهه نظرنا نحن انهم يعتبروا حتى هم دخلوا في الفقر، اجبروا انهم يدخلوا للفقر. فيه بدري ناقشت الموضوع هو تحديد المعيار كيف تكون الأسرة في أو العائلة أو المحتاج. نحن في عام 2011 أعتقد بداية 2012 اشتغلنا مع برنامج الغذاء العالمي اللي هو توفير كوبونات للعائلات المحتاجة في 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 مدينة بنغازي وحتى في طرابلس، يعني واشتغلنا في معالي مستوى ليبيا. واجهتنا مشكلة تحديد العائلات المحتاجة، اشتغلنا مع صندوق الزكاة في ذلك الفترة، يعني كانت بداية الحرب وبعد الحرب، يعني كانت فيه يمكن صرت ما كانش فيه يعني عدد كبير، فكان المعيار يقولوا ان دخل الأسرة بعد يتقسم على على عدد الأسرة، يعني اللي ما يتحصرش 60 دينار في تلك الفترة دويلك، ما يتحصرش 60 دينار يعتبر محتاج، وهو اللي استهدفناهم بالبطاقات في تلك الفترة. نعم. طيب يعني انتم حددتوا 60 دينار في تلك الفتره. شكرا لك عموما استاذ سعد العبار عضو مجلس الاداره بالهيئه. في عندك تعليق دكتور على القضيه ان احنا صندوق الزكاه قال كلام، الهيئه ايضا دخلت على الموضوع وبدات ايضا تساعد، حنناقشوا حتى قضيه المجتمع المدني والجمعيات. يعني انت درت استضافه، هو قال يوميتها 60 دينار، مكالمتين استاذ خالد معلش، درت الزكاه والهيئه الغاث، لكن راهو هذوما المجموعات اللي تعطي فيها ما يعطوش فيهم بانتظام على مدار السنه. يعني هذنا يعطوا فيهم حصص معينه في فترات مختلفه، يعني ممكن خلال السنه ثلاثة اربع مرات. طيب. او في مناسبات معينه من رمضان او في العيد، لكن لا يعني هذا الاعداد اللي ذكرها الاستاذ، بس اعداد كبيره على مدار السنه، اعداد مخيفه شويه، بس مش على مدار السنه، يعني ما تقدمش مساعده على مدار السنه، تقدم مساعده في طيب. فترات مختلفه. طيب حتى الزكاه طبعا في عند العائلات عندها منظومه اللي عندها في العائلات اللي عندها يعني قصدي شهريا ثابته عليه يعني محدوده اللي حكى عليهم هو الاستاذ بتاع صندوق الزكاه، يعني اللي حدد حدود 1800 عائله، هذوم اللي هم مستحقين لاعانات شهريه والا عندهم مشكله،
في لكن مثلا الإغاثة موضوع آخر يعني مرتبط بظروف معينة وفي وقت لكن معين. لكن حتى هي يعني بتساعد بعض الفقراء اللي ينضموا طبعا للمسؤول. لكن الأرقام اللي تقال كلها كيف ما قال لك الدكتور هي أرقام حددت تقديريا يعني مش بناء على أسس. أنا حنسأل لأن شفنا على الشاشة بعض يعني الأرقام حتى الدولية ديما ليبيا مختفية عن الأرقام ديما شريحة ليبيا دائما غياب القياسات ولهذا كيف نقدر نديروا بياناتنا نحن البيانات ممكن يتلخبطوا الآن كل الإخوة اللي بيديروا الشغل هذا دوليا في مشكلة ونشوفوا في بعض الشرائح الآن على الشاشة أن دائما ليبيا الخانة خالية فاضية مش معروف شو السبب دكتور السبب أنه مش اهتمام بالبحث العلمي بالبحوث وبالدراسات وبالإحصاءات وبالكذا يعني ما فيش اهتمام بها يعني هذا النهار كنت شفت المدير عام مصلحة الإحصاء والتعداد في ليبيا يشكي من ما عندش حتى ميزانية قال لي أنا ما عنديش حتى ميزانية باش نسلك الموظفين ما بالك أنا نبي ندير إحصاءات والله نبي نمشي للشارع ونبي نقيس بعض المؤشرات قال لي ليش أنت ما عندك مش مؤشرات وليش كما قلت أنت أول مختفية المؤشرات كل من بهتوا ليبيا نلقوها كذا نعم لأنه يقيس في حالات وجدان يقيس حتى في معدل التضخم يقيس في أشياء واجدة يعني ما نشوفه نلقى عبارة عن ليبيا عبارة عن شرطات ما فيش دولة غير نعم مهتمة تدفع المرتبات الموظفين ولكن أي شيء آخر ما تدفعش أنا نعرف أن صندوق المال الاقتصادي والاجتماعي يعول في 360 ألف أسرة أنا كنت عضو مجلس إدارة فيه في 2012 360 ألف أسرة في حوالي مليون أسرة ولا لا مليون وشوية أغلبهم فوق من نصهم يأخذ 500 يعني عندهم 5 أشخاص فأكثر فأنت أضرب يعني في على الأقل في الأربعة وتعرف كم العدد بس في الإمارات يجي واحد يقول لك والله مش كلهم حقيقيين لأن في وحدين تجار ما يشتغلوش في الدولة جو دار وأوراقهم يعني حتى ولو لو أنها مش مشكلة كبيرة ما خدش الإعانة هذه 500 ولا 400 و300 مش مضمونة القراءة مش مضمونة يا دكتور مش مضمونة أن هي منح أو دراسة الصندوق شبه مفلس الآن صحيح. يعني ما عندش صحيح. إمكانيات أنه هو يعطي هذه المبالغ فشوف أنت عدد الفقراء يعني معناها غير الناس اللي هم مش مسجلين في الصندوق أصلا في ناس فقراء ما همش مسجلين وجدين عادي يشوف الشارع تلقى وحدين حتى يعني يشحطوا في الشارع ليبيين يعني ففيه عدد الليبيين أنا في تقديري اللي هم يعني تحت خط الفقر لا يقلوا عن 25% نعم أستاذ علي عندك تعقيب أعتقد قبل الفصل اللي قال الدكتور يعني نحن من كل الإحصائيات عندنا احنا عندنا حاجتين بس يا دكتور انا اللي مدوختني 6 مليون ما بقدرش نحصل لا بصراحه هو شنو لان ما فيش يعني عمل الصين ولا انا مثلا حتى 90% تو الهيئه الوطنيه للمعلومات لكن نعم. الدكتور اللي تو قاعده الان ما تشتغلش لان ما عندهاش ميزانيه احصائياتها اللي كانت موجوده هي كلها مرتبطه بالتعداد السكان اللي حوالي كل 10 سنوات يندار مره يعني من 54 ل 64 ل 70 اخر مره كان في 2006 انت تقصد ان هيئه المعلومات ما عندهاش ميزانيه ما عندهاش ميزانيه تعداد سكاني لا لا مش هي العمل المعلومات مصلحه الاحصاء والتعداد يعني هم ما عندهمش بيش يقدروا يديروا احصاءاتهم طبعا يبوا ميزانيه انت مش العمل هذا مش سهل ناس مش يكلفوا ناس فرق عمل تمشي فاخر احصاء اخر احصاء عندنا احنا ندار في 2006 نعم. بعد ما عاش ندار إحصاء نعم. يعني 90% من الأرقام اللي نقوله فيها هي نتاج للإحصاء حتى بافتراض طبعا دقته طيب. يعني بافتراض وهو مفترض إحصاءات صندوق المال الاقتصادي أيضا مهم اللي حكى عليها الدكتور لأنها أيضا جت في فترة كان في نقاش حول موضوعة الفقر وحول الكذا وحول آليات إعادة توزيع الثروة والناس اللي مش مستفيدين من ثروة المجتمع وبالتالي ندار صندوق الماء ودار إحصاءات ودار حتى وحصر ودار معدل دخل لكل عدد أفراد أسرة اللي ينطبق عليهم اللي 5 كم يكون دخلهم كحد أدنى ووصل إلى الرقم اللي حكى عليه الدكتور حوالي 390 ألف أسرة حتى لو الرقم 360 ألف أسرة يعني حوالي 9% كنسبة 29% 360 ألف يعني طيب كيف الحكومات تصرف بدون ما نعرف عدد يعني هذه ميزانيات يعني ميزانيات تصرف على أرقام محددة على أشغال معينة على دراسات هذا سؤال يعني ما هو انت الدوله موضوع اخر يعني الدوله ما فيش آخر. يعني انت تو امريكا اغنى دوله في العالم امريكا اغنى دوله في العالم واكبر ميزانيه تصرف فيها امريكا في العالم وامريكا تساعد في العالم لا كله لكن مع ذلك في الدوله الامريكيه نفسها في اكثر من 30 مليون فقير طيب بس في احصائيه في ولا لا يا لكن قصدي يعني هذه بعدين متخذ القرار ياخذ رايه اما يعطي او ما يعطيش ولا يصرف لكن ما نكش عارف وتشتغل حتى هي تسبب لنا مشكله في الفهم يعني او في انك انت تسد هذه فجوه الفقر كبيره يعني وانت عارف ان تاثيرات الفقر اعتقد كارثيه
ولا سنة تحكي في تأثيرات الفقر. يعني وصلت لهذا الجانب يعني نحكي الحكومة فيه كانت تحكي في تأثيرات ممكن الفقر. ممكن حنتوسع فيه بعد الفاصل يعني. يعني أنا أحكي لك بقصص تسرب المدارس مشكلة مشاكل، تأخر سن الزواج سبب من مشاكل. الجريمة جزء كبير منها لها علاقة بالفقر وغيرها. التطرف ممكن. التطرف فيه جزء منها لو مشيت لو ناقشت المتطرفين حتلقى فيه. في ممر تمر منه وتلقاه، ففيه مصايب وكوارث جدا نتيجة الفقر. يعني الفقر سبب رئيسي في كثير من المشاكل الاجتماعية في ليبيا. أنا بحكي لك على ليبيا. ما بيقول لي فقرا بيقول لك في ليبيا، لأن حنقول لك معقولة في، يعني دائما ما زالت نفس السؤال. يعني حتى الدولة الليبية زمان نتذكر أعتقد لو تبي تحصل إعانات تقول لك لا نحن مش محتاجين. هذه القصة صارت حتى تو، يعني نذكر في الطفل اللي ساعدوه الأمم المتحدة أعتقد في المعاونات وجابوا صورته وصارت عليه ضجة، وحتى مثلا الحكومة المؤقتة ردت لا نحن هذه إذا كان للتبجح نحن ما نش محتاجين لها. هو الفقير مسكين بيقدم له أنت المشكلة، قدم له الإعانة. يعني هو واقعيا الدولة عندها إمكانيات أن تساعد أبنها، لكن بس سوء التنظيم سوء الإدارة. هذا طيب منظمة دولية ساعدت الطفل الليبي ونشرت صورته، صار زعل كبير يا دكتور، صارت مشكلة وصارت حتى قضية أعتقد من حقهم تصريحات. نعم نحن من حقنا نزلوا لأن الدولة عندها. يعني أنت واقعيا الدولة الليبية ليست في حاجة لأن يساعدها الآخرين، عندها ما الإمكانيات ما يأهلها أن تساعد مواطنيها. لكن في إشكالية اللي حكى عليها الدكتور أن نحن مراكز البحث عندنا ما تشتغلش ما تدعمش حتى الآن، ما فيش ثقة حتى في الكلام. يعني أنت حتى لو قلت على فلان هذا يحتاج مساعدة ممكن الآخرين حيشكوا كثيرين يقول ما قال. هل مبرر أن الدولة ما دام عندهاش إحصائيات معناها ما تساعدش ما تقدمش خدمة؟ فرض تساعد، يعني افترض صورة واضحة قدامها، مش صعب أن هي تحتاج بس إحصائيات. من أبعاد الفقر أن دائما الفقير يشعر بأنه هو مبعد، هو غير ما هوش فوكس، ما هو يعني مش مركز عليه. يعني نعم الحكومة هملتها دائما يعني، وفعلا يعني بعض الأحيان الفقيرة تلقى الدولة تهتم ببعض الأحيان دون أحياء أخرى، تهتم بمدن دون المدن الأخرى. يعني حتى يعني شنو أسباب الفقر وليش في فقر صحيح وكذا صحيح. فتلقى فيه لها أسباب طبعا الفقر ولها أبعاد، فتلقى واحدة منها مثلا يعني أن الدولة دائما يشعر الفقير يشعر أنه هو ما ليش دور، يعني ما عندهش صوته غير مسموع صحيح. من اللي بيسمع وين بيعدي وين بيدير، فطبعا هذه واحدة من الحاجات اللي هي تحز في نفسه وتخليه يعني دائما شعار، ودائما يعني شعار حسبي الله ونعم الوكيل دائما يلجأ الى جهه اخرى. هذه تخليه مستقطب يا استاذ خالد، مستقطب وممكن يمشي المغرب. طيب حنتحدث عن هذه النقطه. نعم النقطه هذه مهمه جدا، حنحكوا عليها بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود اليكم. دائما لو كان رجل لقتلها سيد علي معنى ذلك بالفعل لابد أن يكون الدرجة الثانية بعد هالدواعش هو محاربة الفقر. لا يمكن أن يكون واحد فقير في ليبيا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المنتدى وصحبة ضيوفي الكرام في الاستديو. سنعود الآن لآراء الناس حول هذه المسألة المهمة جدا، هل هناك فقر في ليبيا وهل يعني زاد الفقر في ليبيا أم لا؟ نتابع ونعود لضيوفنا الكرام. تقريبا أكيد هي كل حرب حتى تنتج على عدد الفقراء، في النازع، في اللي فقد والديه، في الأرامل، في اللي مرضى من الأب ومن الأم، وفي اللي فقد باتا، في حتقعد فقراء حيضم يعيش من دائرة فقراء، ما عندهاش من يعول عليه، من يوكله، من يشربه، يعتبر فقير، يتجه للتسول، يتجه للجهة أخرى للمخدرات أو الحاجات الطريق الأخرى. فمن حتى فرص الشباب بالعمل بالنسبة للأطفال والشباب ما فيش، هذا عيش يتجه الواحد للتسول والفقر كثار في البلاد من الحاجة هذا. لو في مثلا تعليم تدريب حتى مهنيا فبدل ما يقعد فقير متسول يقعد عامل بأبسط المهام بدل ما يخدمها المصري أو الأجنبي يخدمها للمواطن الليبي أريح. أكيد أثرت نزوح وناس انزحت وناس سيولة ومواضيع
بالطبع بكل تأكيد هذه، لأن في ناس انزحدوا في لطاح الحواشين، وفي خصوصا اللي مرت بي بلادنا في الفترة الأخيرة، يعني في زيادة واجب بحكم أني حتى أنا صاحب محل ونشوف الناس، فهمت؟ تشوف حال الناس وشوف الوضع الناس أثرت الحرب أكيد، في ناس انزحت، هي أصلا سبب الحرب والزحمة مع السيولة، وني في ناس ما عاش قدرت. نسألك شنو رأيك، هل يوجد فقراء؟ نظرا للظروف الاقتصادية وصعود سعر الدولار في الفترة الأخيرة، في السنتين الأخيرة في ليبيا، فأنا نقول إنه زايد الفقراء داخل ليبيا. والله إن شاء الله أكيد أكدت، أكيد يعني أثرت واجد، فهمني؟ لأن في ناس مساكين يعني يطلعوا من حواشينهم ونقص السيولة واللي صاير في البلاد تو، أكيد أثر، يعني أكيد أثر أخرى بزيادة. أكيد شيء طبيعي، هذه الحرب هذه لا تعرف غني لا فقير، لكن في اللي مسكين وضع المادي من قبل منتهي، وتلقى لما روح المنطقة بعد انتهاء الحرب لقى حوشة طايح، وعلى أثر نقص السيولة زاد الحال سوء. طبعا الناس كلها مستاء، يعني ما فيش حد ممكن عطى حتى تفاؤل شوية زي الواقع، يحكوا في واقع، لكن نحن لازم نحكوا بأرقام، نحكوا بحقائق عشان نقدروا نحكوا. إذا كان قلنا نبي نحاربوا الفقر دكتور، لازم يكون عندنا أرقام عشان نعرف كيف من فقير وكيف نقدر نحارب الفقر. إذا كان نبي نقضوا على الفقر لازم يكون عندنا دراسات حتى تتشكل على أساسها إرادة سياسية نستطيع من خلالها محاربة هذه المشكلة. في ملاحظة أيضا أن فيه مثلا مناطق الجنوب، مناطق البعيدة عن السلطة المركزية أحيانا تكون فقيرة رغم توفر كل إمكانيات ربما في ليبيا في الجنوب. يعني لو شفنا مثلا الدوائر الزراعية في الجنوب تقدر ممكن الدائرة الواحدة 100 هكتار وتلقى عندهم ممكن يقدر يزرع والمية موجودة وكل شيء، ويقول لك لا أنا فقير ويلجأ للسلطة المركزية ويمشي لمكان السلطة المركزية ويسجل نفسه في الفقراء، وعنده الخير كله قدام، يعني تحت أقدامك في 100 خير، في خير كثير. هل العقلية الليبية تستطيع أن تقضي على الفقر إذا تأخرت الحكومات مثلا دكتور؟ هل هي عقلية مثلا خلاص ركننا المرتب، ركننا ال 400 جنيه في 90 يوم، يعطيك المصرف 490 يوم تقسمن، حتكون مش تحت خط الفقر، تحت خط ممكن ال 400 على 90 يوم، يعني بعد 3 شهور يعطيك. هو دور الحكومة حقيقة يقتضي أن هي تهتم بالفقراء بشكل أو بآخر، يعني الفقراء الناس اللي ما عندهمش مسكن لائق تبني مساكن، الناس اللي ما عندهمش في مناطق نائية وما عندهمش طرق أو ما عندهمش كهرباء توفر طرق. نعم. توفر كهرباء. نعم. يعني الدولة أو الحكومة يجب أن تكون منتشرة في كل المناطق وتراعي في كل السكان، وهنا طبعا نحن نحتاج إلى إصلاح اقتصادي حقيقي. يعني الدولة لو فعلا دارت خطة اقتصادية واتبعت استراتيجية معينة لتنفيذ هذه الخطة سنرفع من مستوى الفقراء. يعني واحدة من طيب اللوم كله على الدولة دكتور؟ اللوم كله على الدولة؟ لا الدولة أنا متكاسل وهذا متكاسل. الدولة توفر، يعني واحدة من مشاكل الفقر عدم وجود عمل، يعني الناس تبي تشتغل وما فيش شغل، وبالتالي تلقى أسرة فيها 3-4 يمكن شباب كاي ما يشتغلوش، وهو الأب هو الوحيد اللي يعول في الأسرة. يعني واحدة من المشاكل الاجتماعية والأسباب الفقر هي عملية الإعالة، يعني أنت يعني واحد شخص واحد يعول في في, 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 في طلبة تخرجوا. بس أنت قلت يا دكتور ممكن السيد علي معلش ممكن يوافقني الرأي أن هؤلاء شباب يعني المفروض يمشي سوق العمل، يعني ممكن المصري التونسي جاي ويدير ثروة في ليبيا. سامحني دكتور يعني فيه يعني بنحكي على مشكلة العقلية الليبية، هل هي أيضا متكاسلة إلى جانب فقر الدولة؟ يعني ما فيش نقاش، عارفين نحن أن العقلية الليبية يعني التكالب على الوظيفة العامة، زيادة عدد الموظفين في الدولة لأرقى القاعات المدنية العامة، هذا كله فيه مشاكل، لكن الدولة مسؤولة لأن مواردنا نحن في يد الدولة هي اللي تدير فيهن. موارد الليبيين يعني كل مواردهم اللي سواء من النفط ولا من غيره هي في يد الدولة، الدولة هي اللي تتولى إدارة الموارد، ومن خلال إدارة الموارد هي اللي بتوزع أو بتوفر الفرص، هي اللي بتوزع كذا. يعني الجنوب لما يعني الجنوب لما يكون أسمعني لما تكون منطقة نقعد في الحوش راجل الدولة، لما تكون أنت في منطقة نائية لما يكون في 20,000 نسمة يسكنوا في منطقة نائية مثلا ساكنين في أسر دنيا، كل ما زاد عددهم كل ما بتتضاعف فرص العمل قدامهم إذا لم يتم توطين مشاريع جديدة. إذا الدولة ما درتش مشاريع قريبة منهم هم قدامهم حلين، يا الهجرة من مناطقهم إلى المناطق اللي فيها فرص العمل إلى الشمال عندنا احنا مثلا في ليبيا، يا أما العيش في غير الليبي يجي ويشتغل.
طبعا ما قلت لك العقليه شنو هي. احنا ليبيا بلد يعني القوه العامله فيه بسيطه ومحتاج لعمله. احنا قاعدين نقول فيها يعني احنا الان محتاجين لعمله. كون العقليه الليبيه فيها اشكاليه، طبعا فيها اشكاليه. السلم التعليمي بتاعنا، المخرجات بتاع القطاع التعليم مشكلة. لا تتناسب مع سوق العمل، لا نؤهل في ناس عندهم القدره على العمل في سوق العمل اللي تكالبوا عليه الاجانب، عندنا مشكله. يعني احنا على قد ما درنا مثلا معاهد للتلمذه الصناعيه وللبناء والتشييد وكذا وخرجنا منها ناس كثير، لكن هل دخلوا سوق العمل؟ هتلقاهم عدد بسيط منهم. الباقي ما دخلش المعاهد اللي صار عليه راي فيها مشاكل وايد، ما دخلش سوق عمل. منين مشاكل؟ يعني انا استضفت في اكثر من حاجه، فعندهم مشاكل. المعاهد نفسها ما تشتغلش بطاقتها المثلى، ما عندهاش المواد الخام اللي تشتغل بها باش تدرب الشباب. المدرسين ما فيش حوافز اللي هم الآلات وغيرها مشكلة. لكن أنا أعطيك مثال آخر، يعني الشباب تكاسلوا، يعني هذه القوة الفاعلة في الوطن. أعطيك مثال أستاذ خالد بعد سمحنا. الآن الطلاب يجبروا إجبار يدخلوا المعاهد، مفيش حد بيخش المعاهد من خلال من خلال من خلال جمعية الكوثر. في فترة من الفترات قلنا نحن بنحاول نساعدوا العائلات، قلنا بنحاول نساعدوا العائلات. طيب. يعني بدل ما تعطيها سلعة وتاكل السلعة وتنتهي وتحتاج إلى بعد كم يوم تبي سلعة ثانية، قلنا لا، نجو نقدموا المساعدة عينية. يعني الأسرة اللي محتاجة تجي ونشوفوا شن تبي. مثلا تقدر تدير كسكسي، واحد يقدر يدير حلويات، واحد يقدر يخيط، واحد كل الأسر. فاستقبلنا تقريبا أكثر من 153 عائلة اللي استمرت تقريبا في 35 عائلة. معظمهم كانوا يبوا فلوس في ديهم طول، نبي فلوس، يقول لك نبي فلوس وتو ندبر كيف نحل مشكلتي. لكن تقول لا تعال، انا نعطيك، نجيب لك الدقيق، نجيب لك الزيت، نجيب لك المواد، وبعدين ونشوف لك حتى مكان اماكن التسويق، يعني المحلات والمول، وانت ابدا صنع وبيع وبحاول تدير دخل. نعم. فللاسف يعني في مجموعه صح نجحت، لكن السواد الاعظم كان يبي فلوس في يده، وهذه واحده من يعني مشاكل ثقافه الناس. انا اعتقد ثقافه الناس نبي فلوس وخليني في متريح، ولا دكتور؟ لا كلنا نبي فلوس. اقول لك حاجه، فيه واحد خريج اقتصاد جيت يصب في البنزينه في محطه بنزينه عند بكالوريوس، بس ما هيش عيب يعني في الاساس، لا ده مش عيب. لكن هو مش مؤهل انه هذه، اي واحد يقدر يديرها، هو مش مؤهل، مش عندي حرفته. يعني في واحد مهندس يسوق في سياره، في واحد طبيب يشتغل في مطعم، طبيب. تصور ان في ليبيا في واحد طبيب يشتغل في مطعم، تصور ان واحد مهندس يسوق في سياره كانتر، والله خريج كلية الاقتصادي. يعني تقول في ناس تبادر تبي تقضي على الفقر، لكن يا راجل الشغل يبي استثمارات، مش تقول له انت وين وعد يشتغل. حتى الشركات الكذا يشتغلوا فيها الليبيين. طيب يا دكتور اعطيني وصفة، لكن ما فيش استثمارات. شنو الحل؟ شنو الحل؟ استثمارات بس المصانع، عدي المصنع الكابلات، عدي المصنع الانابيب، مصنع الكابلات موقف، كل مسك. وش اللي يديروا المساكين اللي يشتغلوا في منين دخل؟ عارف تاكسي عليه هذا، ما خشوا في البرنامج. كفايه انه دور الدوله. انا شفت علي صدق سبعين، انا شفت مهندسين في كابلات قالوا لي نحن يعني في عمرنا خلاص، يعني ما زلنا سنتين ثلاثه وتقاعدوا، يفترض ان احنا ناهلوا جيل اخر، لكن المصنع يسكر، نبدا نمد في يدي للدوله تعطي فيها بعد ثلاث اربع شهور، تعطي فيها 450، وما قدرتش ناهل جيل اخر بعدي لما نطلع التقاعد، وهذه مشكله. الدوله تفرج قاعده، بين الدوله غايبه على الغالب، يعني بينبوا الحلول. نحن حنحاول. الدوله غايبه، نحن ليش التفكير؟ تفكير الدوله راح كله منصب ان الناس يبوا فرص عمل، اذا نعينهم في الدوله. في العالم الاخر ما يشتغلش كي. في العالم الاخر حتى الشخص لما يخش انتخابات بيمسك رئيس ودنيا يقول انا حنوفر خلال الفتره بتاعتي 300 الف فرصه عمل، 200 الف فرصه عمل. لازم يحكي ارقام، لازم يحكي ارقام في فرص عمل نوفرها. باش انا لان فرص العمل هذه الدوله مش تشغل عندها، توفر فرص عمل للناس عبر مشاريع، عبر استثمارات تضخ، سواء من قطاع خاص، سواء من استثمار خارجي، سواء الدوله تستثمر، تدير مصانع، تدير شركات جديده. ما زلنا نحكوا والدوله غايبه، ما زلنا نحكوا وما زالت الدوله غايبه. طبعا هو في غياب الدوله كل هذا واضح، لكن شنو الحلول الان في غياب الدوله دكتور؟ وجود دوله، لا هذا خلينا اوكي. الدوله ان شاء الله تقوم باذن الله ممكن بعد الانتصارات الكبيره على التطرف والإرهاب، تقام بعد ذلك ربما حلول توافقية، ربما أيضا يعني نلجأ لأشياء تقوم بها الدولة. لكن الآن شنو الحلول؟ ما نبيش نقول جرعات مؤقتة يعني دكتور، الحلول تراها كيف؟ الحلول الآن يعني في الوقت الحاضر، في يعني هنا في حكومة في البيضاء وحكومة في طرابلس، ولا كيف يعني انقسام سياسي في انقسام يعني طيب. يعني أنت
لما يكون في انقسام صعب راهي سياسه اقتصاديه تنفذ سياسه اقتصاديه. نحن نبغى نشغل المصانع اللي قاعده واقفه، هذه رقم واحد باش يعودوا العاملين يشتغلوا. نبغى نطوروا هذه المصانع، يعني في حتى شركات اجنبيه في يوم ما تقدمت وجت وتبي تطور المصانع هذينا عشان يشتغلوا فيها يزيد عدد العماله والدير. هذا نوع، هذا نوع من الحل. الحل مثلا استاذ علي هذا من يديره تو، هذا من يديره الحل تقدر تديره الحكومه. نعم يعني نبغى الحكومه تساعد القطاع الخاص، تعطيه حوافز القطاع الخاص. تو لو في شركة خاصة وتعلن عن حاجتها المهندسين ومحاسبين وعمالة عادية وكذا وني ما يجوش يعني يسجلوا فيها بالحكومة، يبوا شركة يشتغلوا، لكن ما فيش شركة يعني أصلا. طيب أستاذ علي الحلول هو أنا كيف بنكمل طبعا. بنكمل من النقطة اللي وصل فيها الدكتور، يعني نحن إذا أنت قلت ونبوش نحكوا على الدولة، القطاع الثاني غير القطاع الدولة غير القطاع العام هو القطاع الخاص. القطاع الخاص نعم. أيضا عليه مسؤوليات. نعم مسؤوليته تبدأ من الجزء البسيط اللي حكوا عليه جماعة صندوق الزكاة، اللي هو نحن أنهم يطلعوا زكاة، يقدم زكاة، يقدموا زكاتهم على أموالهم باش يساعدوا بها المحتاجين والدنيا. هذا واجب أساسي وشرعي عليهم. حق غير هيك أيضا خلق فرص العمل في يد القطاع الخاص. ضعيف مازال، لا ومش ضعيف فقط، يعني مش ضعيف فقط، لكن عدم وجود الاستقرار، عدم وجود وضوح المستقبل الاقتصادي مثلا في الدولة، كله بيخلي رأس المال يحجب. وجود الدعم حتى الدعم القانوني والدعم الأمني، يعني هذا يخلي طبعا نحن عارفين مقولة أن رأس المال جبان، وبالتالي ديما آخر أيضا رأس المال. نقول لك حقيقة أن رأس المال لا وطن له، يعني رأس المال إذا ما لقاش مشاريع في ليبيا مستعد يدير مشاريع في مصر. يعني ممكن تلقى اقتصاديين ليبيين رأسماليين ليبيين لما الوضع مش مستقر في ليبيا ينقل ويجي الأموال حتى في مالطا والله في مصر والله في تونس، في بعض المصانع الخاصة. نعم أستاذ عز الدين نقل مصر والأردن ينقل، لأن هذا رأس المال. رأس المال صحيح. رأس المال بيشتغل في المكان اللي يوفر له أستاذ. لكن هنا حنشوف أيضا للدولة لما تقول لي أنت رأس المال يبي يشتغل يبي دولة توفر له. نعم صحيح. أيضا في مشكلة أخرى حتى في اللي حكى عليها، يعني مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا نفسها التفكير بتاعها ما هوش تفكير مجتمع مدني، ما هوش تفكير ان انا مجتمع مدني اذا انا مجتمع اخر موازي نساعد الدوله. المجتمع المدني بتاعنا كله حتى يبي الدوله تساعده، يبي الدوله تساعده كل يدير جمعيه خيريه باهي، وبعدين يعدي صندوق الضمان يقول لهم اعطوني باش نعطي للفقراء، يعدي صندوق التضامن يقول لهم اعطوني باش يعدي الشركه مش عارف شنو اعطوني باش عنده اكثر ما تجيش. يعني انت مرتبط يعني استاذ عز الدين اشتغل في منظمات مجتمع مدني وقريب من الجمعيات الخيريه من سنوات. لا هو هذا التفكير الاستاذ موجود يعني للاسف، يعني مؤسسات المجتمع المدني تبي مقر من الدوله وتبي ميزانيه من الدوله، مش حيقدموا حل يعني. يعني هم فيه يعني بس بامانه فيه خيرين موجودين. نعم وفي ناس قدمت مساعدات كبيره جدا خلال 2014 و2015 و2016، يعني ما حد ينكر هذا الكلام صح. فيه ترى الحل وين استاذ عز الدين؟ والله هو الرئيس استاذ علي والدكتور لا هو اراهم احترمها وصحيحه يعني. لكن انا نقول مثلا لو ما قدرناش تكون عندنا دوله خلال سنه سنتين مثلا، هل يعني هذا ان احنا حنترك الامور على ما هي والفقير يزداد فقرا؟ والا لما نشوفوا حجم الكارثه اللي ممكن تحصل، يعني الفاقد في التعليم، مستوى الجريمة، العنوسة، تعاطي المخدرات، المشاكل الاجتماعية، الطلاق، كلها تتراكم وحيزيد مؤشرها. وبالتالي إذا كان احنا ما أسرعناش في أن نجد حلول حيكون عندنا بعد فترة معينة مصايب أكبر وحش هنقدر نعالجها بشكل صحيح. يعني الجماعة في الأجهزة الضوئية من كم يوم حكولي جت حاوية فيها 2 مليون حبة ترامادول. التجار لما يجيبوا بالكميات هذه معناها هم عارفين في السوق حتستهلك، يعني في ناس طالبه هذه الماده يعني عندهم دراساتهم يعني يعرفوا لكن نحن كيف نحارب الطلب؟ لكن نعم كيف صحيح. نعالج اللي الان يعانوا؟ صحيح. كيف نرفع المظالم على الشباب؟ كيف نقدر نوفر فرص عمل؟ كيف يعني نعم لازم نشتغلوا خلال الواقع اللي قدامنا والا حتقعد عندنا مصيبه. ولازم الدوله توفر فلوسها ولا لا وتستثمر وتدير العجل لازم اذا كان الدوله اذا كان خلي هذا السؤال المعلق. اذا كان تاخذ الثروه ينبغي تدير والا تعطي الثروه لهلها. خلينا ننهي بهذا السؤال ان يجب ان يكون هناك تحرك كبير جدا من كل القطاعات، سواء من الدوله سواء من المجتمع المدني او من الناس او من صناديق كيف صندوق الزكاه والهيئه العامه للاغاثه، الهيئه الليبيه للاغاثه. عموما حاولنا ان نجيب عن بعض التساؤلات عن هذه القضيه. لكم التحيه ضيوفي الكرام، نلتقي في الحلقه القادمه.